الهاي ليفل ديزاين برنسبل بعد كده هو وي هاف تو كونسيدر ريل وورلد ديماندز، يعني لازم ناخد في اعتبارنا احتياجات العالم الواقعي اللي حوالينا. اول حاجه وي هاف تو كونسيدر ذا كونتكست اوف يوز. الكونتكست اوف يوز ده معناه ان احنا دلوقتي هنستعمل الجهاز ده في انهي انفايرمنت بالظبط. لو بتكلم مثلا على طبيب بالشكل ده كده بيسمع مثلا النبض بتاع المريض، انا حاطط في ودانه السماعه بتاعت الستيثوسكوب، والمريض ده مثلا فرضا محطوط على فنتليتور، لو الفنتليتور ده عايز يدي اوديبل الارم مثلا، هل هو الدكتور ده هيسمع الاوديبل الارم دوت؟ وخاصه لو هو قاعد مثلا في مكان فيه نويز مثلا، لازم يبقى في عندنا وسيله ان احنا ناخد في اعتبارنا ان يعني المكان اللي هو بيستعمل فيه الجهاز ده عامل ازاي، ويعني علشان نقدر ان احنا نبتدي ناخد الكلام ده في اعتبارنا، علشان ما يبقاش في بعض مثلا الارمز تبقى ما بتتشافش، او بعض الحاجات مثلا ممكن يبقى فيها خطأ في الاستعمال تبقى موجودة او حاجة بالشكل ده. دي الحاجات دي محتاجة ان احنا نعمل استادي في الاماكن اللي هو فعلا هيستعمل فيها، ونشوف فعلا في الواقع الجهاز ده بيستعمل ازاي، وعلى اساس كده نبني الديزاين بتاعنا على هذا الاساس. الحاجة اللي بعد كده We have to consider worst case scenarios. Worst case scenarios معناه ان انا دلوقتي ممكن اتخيل الجهاز بتاعي دوت هيستعمل بأسوأ ظروف، تحت أسوأ ظروف ازاي؟ يعني مثلا لو فرضا اللي بيستعمل الجهاز دوت عنده وقت محدود عشان يعمل الفانكشناليتي بتاعته، هل بيبقى فيه احتمالات اخطاء بتتكرر نتيجة للسرعة او نتيجة للستريس اللي محطوط عليه الدكتور عشان يشغل الجهاز ده بسرعة؟ لازم ناخد الكلام ده برضه في اعتبارنا علشان نحقق الايه؟ الاحتياجات بتاعت العالم الواقعي. ان احنا محتاجين برضو نخلي الديفايسز بتاعتنا as rugged as necessary. rugged يعني متينه، اوكي؟ يعني انا بتكلم مثلا على الكرسي اللي بعجل اللي هو بنحرك عليه المريض دوت. طبعا لو انا بحرك بيه المريض مثلا جوه مستشفى، غير لما انا باخده بره وبضطر احرك بيه مثلا مريض على سلالم مثلا بالشكل زي ما احنا شايفين كده، دي طبعا بتحط ستريسز جامده جدا على الكرسي نفسه، فممكن الكرسي نفسه لو ما كانش متين ممكن اكشوال في وضع زي كده ممكن يتكسر وبالتالي يؤذي المريض. يعني برضو لازم نليمت اليوزر ورك لود. نتكلم برضو عن ان اليوزر بتاعنا عاده ممكن يبقى حد تعبان جدا، يعني حد مثلا من الاطباء اللي واخدين كذا شيفت، الشيفت عاده بتبقى ممكن 12 ساعه ولا حاجه، وبعض الاطباء بيطبقوا كذا يوم ورا بعض، فبيجي بعد الوقت الطويل اللي هو شغال فيه دوت لما بيجي يعمل حاجه روتينيه او حاجه يعني فيها خطوات كتيره في تشغيل جهاز معين، عاده بيتند ان هو يحاول يلاقي شورت كاتس، يحاول يلاقي كده باي باس عشان في خطوه معينه بتاخد وقت كده، هو مش فاضي بقى وتعبان مش عايز يستنى، فبيعمل باي باسنج لبعض الحاجات ممكن يبقى فيها تسبب اخطاء او تسبب مشاكل للمريض. فمفروض مهمه الديزاينر ان هو يحاول يلاقي اوريدي الطرق اللي بيستعمل بيها الجهاز، الطبيب بيستعمل بيها الجهاز، ويحاول اوريدي يلاقي طرق بحيث ان هو يبسط الايه الطريقه بتاعه استعمال الجهاز، بحيث الطبيب ما يحتاجش وهو تعبان ان هو يعمل شورت كاتس ممكن تاذي المريض. الحاجه الاخيره we have to consider potential for device migration into other uses or other use environments. يعني لو بتكلم على جهاز intended ان هو يشتغل في مستشفى، هل لو انا خدته وحطيته في منزل، او حطيته مثلا جوه في عياده جوه في مصنع، هل هيبقى في اختلاف في يعني ان انا نقلت الجهاز ده في environment ثانيه، هل هيبقى في اختلاف في البرفورمانس؟ دي حاجه مهمه جدا حقيقه، ولازم لو هو في خطوره مثلا على ان احنا يعني الجهاز ما بقاش في المستشفى، لازم يكتب بوضوح ان هي ما استعملش غير في المستشفى. ولو كان في يعني احنا شايفين ان في يعني ممكن يستعمل في اماكن اخرى، يبقى احنا نبقى عاملين حسابنا في الاماكن الاخرى دي الدنيا عامله ازاي، ونبقى عاملين في حسابنا برضو السيفتي بريكوشنز انها تكون موجوده، ولو في حصل فيلير للجهاز ده ايه اللي ممكن يبقى يحصل او ايه اللي المفروض ان هو يتعمل، بحيث برضو الاستعمال بتاع الجهاز ده يبقى سيف. فلازم نبقى حاطين في اعتبارنا ان الجهاز اللي احنا بنصممه دوت احنا بنصممه عشان مستشفى، بس اكشوالي ممكن هو يتحط في مكان غير المكان اللي احنا انتندد ان هو يبقى موجود فيه من الاول. فلازم احنا ننفستيجيت الموضوع ده اكتر شويه وناخد الكلام ده في اعتبارنا.